نادي إلى دينازاد أولا لتأكل معنا، اشتقت إلى وجودها بيننا. لما لا تأكل؟ كانت ذاهبة إلى الموت بخطى ثابتة، لم تكن خائفة، كانت قوية، كبيرة، عملاقة. ابنتنا كبرت، كبرت وأصبحت تتحدى الموت والخوف. خجلت منها، شعرت بنفسي ضعيفا أمامها، حاجزا عن حمايتها. أردت فك قيودها، ولكنني وقفت كالمحارب المهزوم الذي أفقده طفل سيفه، فوقف أعزلا عاجزا مسلوب القوى. ولكن اسكتي أرجوك، لن تخفف كلمات المواساة من خيبتي. أنقذت نفسها وحكمت علي بالإعدام. أنا رجل ميت أم فراس، زوجك رجل ميت. Thank you.